الكل نور بتلاقيه عم يشتغل وعم يسعى لتحقيق عام دراسي يتوفقوا فيه طلابنا، كان صحيح. نفسيا وان كان بالمساعدات الماديه اصلا والعينيه. وعم نشوف كثير من المبادرات نور عم تسعى لمساعده الاهل بتخفيف اعباء الوضع والمصاريف يلي صحيح. عم تكون بهذا الوقت، وضمن الغلاء يعني الكبير والوضع الاقتصادي والمعيشي اللي عم يعاني كل الناس خصوصا مع بداية العام الدراسي، كثير من المبادرات والفعاليات والجمعيات قاموا بمبادرات وفعاليات لدعمهم لتقديم اللوازم المدرسية والقرطاسية لتأمين لكل الطلاب المقبلين على عام دراسي. ومنا فريق عمرة التطوعي اللي دائما عنده شيء جديد لنحكي عن هذا الموضوع أكثر، معنا محمد فطايري وحنين الرحبي متطوعين بفريق عمرة التطوعي. سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بالبدايه حنين، خلينا هيك نحكي عن الفكره، وخلينا نحكي عن كفاله طالب، كيف بلشت الفكره وشو يعني كفاله طالب من خلال مبادرات اطلقتوها انتم؟ يعطيكي الف عافيه يا رب. هلا نحن صارنا سنوات كثيره عم نشتغل على فكره كفاله طالب علم. نحن مثل ما بتعرفي هلا مقبلين على عام دراسي، نحن كفريق تطوعي دائما بندرس احتياجات المجتمع. فهلا في عنا مبادره واللي هي مبادره كفاله طالب علم. نحن بنحاول قدر الامكان انه بنامن مستلزمات الطالب من قرطاسيه وحقائب مدرسيه. تمام، يعني عم نشوف يمكن الاحتياجات كثير صارت عبء على الاهل. محمد خلينا ننتقل عند حضرتك، اهلا وسهلا فيك. فريق عمره دائما مبادراته بتكون على ارض الواقع مع اي حدا محتاج. حكيت شوي حنين عن كفالة طالب، اليوم خلينا نحكي عن ابرز الاحتياجات يلي بتقدموها ضمن المبادرة. ضمن مبادرة كفالة طالب علم، هي حملة اسم آية الدائري أحد المتطوعات بفريق عمرة التطوعي، توفيت من عامين تقريبا، هي كانت ضمن عم تشتغل ضمن هالحملة. هي الحملة هي ضمن المبادرات الإغاثية اللي بنشتغلها دائما فريق عمرة التطوعي بهذا الموسم، موسم بداية الموسم المدرسي. الهدف منها طبعا تأمين احتياجات الطلاب من قرطاسية، من حقائب مدرسية، من مستلزمات مدرسية لتخفيف العبء على الأهالي. طبعا الاحتياج دائما عم يكون كتير كبير، صحيح. الأعداد المحتاجين كل يوم وكل سنة عم يزيد عن السنوات القديمة، بالإضافة إلى أنه دائما كمية الدعم عم تقل بسبب غلاء هدول المستلزمات. اليوم نحن كمؤسسة عمرها، كفريق عمرها التطوعي المحدد ضمن المؤسسة، عم نحاول شوي نأمن هدول الاحتياجات بالقدر اللازم بالإمكانيات المتاحة. يعطيكم ألف عافية والله يقويكم. خلينا نحكي فعليا كيف بيتم اختيار المناطق، الطلاب، المعايير كيف بتكون، كيف اي حدا يمكن عم يتابعنا حابب فعليا كمان يتواصل معكم لكفالة طالب علم كيف بيكون؟ اليوم عمرها اشتغل بحوالي 8 سنين إغاثة، في فرق جوالي، فرق ميدانية، عم تشتغل على عملية جمع البيانات، تحليلها، تحديثها كل سنة، بالإضافة للحالات الطارئة اللي عم تروق كل سنة. هاي البيانات عم تشكل قاعدة مستفيدين كبيرة لفريق عمرة التطوعي، حسب معايير عدد أفراد الأسرة، وجود رب الأسرة من عدمه، المعيلين بالأسرة، وجود ذوي إعاقة، بالإضافة لمعايير تانية. هدول كلها بتميزوا أسرة عن أسرة بأولوية احتياج. في أعداد يعني بتحصروها وبتقولوا كل سنة إنه فعليا حابين يعني نوصل لعدد معين؟ يعني صراحة بالسنوات الماضية كان في أعداد وكنا نقدر نوصلها. اليوم إذا أنا عم بحكي أرقام، السنة الماضية نحن وصلنا لألف حقيبة مدرسية، اليوم عم نحكي على 150 حقيبة. كنا عم نحكي مثلا على 2000 مستفيد، اليوم نحكي على 4000 مستفيد. دائما الرقمين عم يتبادلوا عكسها، كل واحد باتجاه الآخر، عكس الآخر. لهيك نحن عم نحاول نأمن الأولى احتياجها. اليوم كتير بيجي للمؤسسة أشخاص طالبين تسجيل أو طالبين احتياج رغم إنه هن مسجلين، بس صراحة قلت الإمكانيات، قلت الدعم، غلاء المواد المدرسية، يعني العالم عم يتبرع بنفس المبلغ أو أكثر بشوي، بس هو عم يشتري مواد أقل من المستلزمات المدرسية. نعم حنين، خلينا نحكي أكثر. يمكن أي مبادرة في إلى تحضيرات، في إلى ناس مختصين يمكن إن كان بفرز، إن كان بتوزيع، إن كان بتقييم أيضا الحالات اللي بحاجة أكثر من حالات. اليوم خلينا نحكي الفريق قديش وصل لهذا المدى من التنظيم بتوزيع وبمساعدة الأشخاص.
اي هلا نحن دائما بيكون في متطوعين بجهز القرطاسيه، بيكون في توزيع، ناس عند الاقلام، ناس عند الدفاتر، كل القرطاسيه اللي موجوده. فنوزع المتطوعين على هذا الاساس، ناس بتعبي الشناتي، ناس بتوزع انه الاقلام وهيك. فناس في فريق جواله بينزل على ارض الواقع ميدانيا بيتم توزيع الشناتي. بكل منطقه في عدد متطوعين محدد بينزل على هي المنطقه، بيكون في حدا بيشرف معهم، بيتم التوزيع للاشخاص المحتاجين. طيب استاذ محمد، حكيت نقطه كثير مهمه، يعني انه فعليا سنويا عم تزيد الاعداد بدل ما تقل، لانه فعليا نحن بظرف اقتصادي ومعيشي صعب وغلاء. يعني الشنطه بعتقد هي السنه 4 أضعاف قيمه الشنطه العام الماضي. لكل حدا يعني حابب يتواصل معكم فاعل خير، كيف بيتم الاجراءات؟ لانه يمكن لولا فعل الخير الموجود بالمجتمع المحلي فعليا هي المبادرات كلياتها ما بتستمر. صراحة دعم المجتمع المحلي زائد دعم الشركات الوطنية، دول اثنين بتتضافر جهودهم سواء اليوم نوصل لدعم أي مبادرة. صحيح. المجتمع المحلي اليوم يمكن هو حاسس بالوجع أكثر من حدا اللي بعيد. لو حدا عم يقدر يجيب ألم ألمين شو ما كانت، هو موضوع كتير مهم. ليش؟ لأنه اليوم أي شيء هو بيجمع. يعني نحن اليوم عم نحكي على تجهيز حقيبة لطفل بالصف الأول أو الثاني، اليوم عم تحكي كان مبلغ بين 100-150 ألف، يعني هو مبلغ ماله قليل لاسره سوريه مثلا في ظل هي الازمه الاقتصاديه اللي بنعيشها اليوم. اي حدا حابب يدعم مؤسسه عمره او فريق عمره او اي مؤسسات اليوم عم تشتغل بهذا القطاع بمجال القرطاسيه بموسم المدرسي، عم يتواصل على البريد الالكتروني او على ارقام او على الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأي تبرع. نعم، يعني كمان خلينا نحكي عن الشركاء والداعمين. حكينا يمكن عن طريق التواصلهم، بس أكيد يمكن دائما نحن بحاجة لدعم، بحاجة لمساعدة، لمساندة، إن كان من تجار، إن كان لناس رؤوس أموال يعني عم تساعد هالمبادرات يلي عم تطلقوها اليوم. خلينا نحكي عن المصداقية، عن الضمان لهدول الشركات يلي حابين يساعدوكم، يلي حابين يقدموا لكم يمكن مساعدات لمساعدة الناس. اليوم نحن كفريق عمرها وكمؤسسة عمرها انتقلنا من مرحلة التطوع لمرحلة التنظيم. اليوم كنتي كمؤسسة شبه حكومية عم تشتغلي ضمن دمشق أو الأراضي السورية، عندك قوائم توزيع محددة، عندك أرقام تواصل لدول الأشخاص، عندك قوائم استلام، عندك جهات مسؤولة عنك سواء وزارة الشؤون الاجتماعية أو محافظة دمشق. كل هدول هنا بشكلوا لك مصداقية. زائد الحالات في كثير من الأشخاص الداعمين سواء شركات أو مجتمع محلي أحيانا بينزل معنا على عمليات الإحصاء، عمليات التوزيع، بيشرف على الإيفنتات اللي نحن عم نشتغلها ضمن هذا القطاع، كمان هذا بشكل لهم مصداقية أكثر. أكيد. بالختام بدنا نتشكركم على هي المبادرة وعلى الجهود اللي عم تقوموا فيها، ولكل المبادرات والفعاليات لكثير من الجمعيات فعليا بالتشاركية مع المجتمع المحلي، خصوصا ضمن هي الظروف الاقتصادية والغلاء المعيشي. ومثل ما قلت التكلفة صارت مضاعفة أضعاف، وأرقام عم نسمع هي أرقام خيالية. ففعليا لأي حدا حابب يكون فاعل خير ويمد يد العون فيهم يتواصلوا معكم ومع كثير من المبادرات والجمعيات الموجودة على الأرض. شكرا كثير لكم. شكرا كثير إخبارية السورية، شكرا كثير للإعلام السوري. اليوم هو عم يعكس شيء اللي نحن عم نشتغله، عم وصل صوتنا لأشخاص اليوم ما لقدرانا تشوفوا. تمام، شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا أستاذ محمد وحنين، أهلا وسهلا وشرفتونا.